واحد بيقول نرجو من قداستكم عمل نبذة مختصرة عن الآباء الأساقفة في مجلة الكرازة من حيث تاريخ الرهبنة وتاريخ الرسالة، حيث أنه يوجد كثير من الأساقفة الجدد لا نعرف عنهم شيئا. ملحوظة، لقد تم عمل ذلك في مجلة القاهرة سنة 98، وحتى الآن لم يتم عملها بالنسبة للأساقفة الجدد. ياريت تبعت لنا نسخة من عدد مجلة القاهرة سنة 98 نشوف كتبوا ايه، وهل اللي كتبوه صح ولا لأ.